تعد رؤية الإبريق في المنام دعوة للتوبة والتوجه نحو الأمور الصالحة والمحببة لله، وتعد تذكيراً بأهمية العمل الصالح وتحقيق التوازن في حياتنا من خلال قيم الإسلام ومبادئه الروحية، حيث يمكن أن تكون رسائل وإشارات من الله تعالى إلى عباده. فقد يشير الإبريق في المنام إلى الإنجاب والنسل، فإذا رآها الحامل في المنام فقد يكون ذلك إشارة إلى نجاحها في حملها وإنجاب ذكر، ما يعكس دورها كأم مستقبلية. وقد يدل الإبريق في المنام على الغلام الذي يتمتع بفطنة وفهم عاليين وقدرة على استيعاب الأمور واستيعاب أسرارها، وإشارة إلى الذكاء والبصيرة. وعن رؤية الإبريق في منام الفتاة العزباء، يعد من الرموز التي لها دلالات إيجابية في الحلم، خاصة إذا كان ذلك الإبريق من فضة أو زجاج، أو كان يحتوي على مشروب طيب مثل الشاي أو مشروب تحب الفتاة تناوله في اليقظة. كما قد يدل الإبريق في منام الفتاة على شاب حسن الخلق والدين، وقد يدل كذلك على المال إذا رأت في منامها كأنها تسكب محتواه في فناجين أو كؤوس. ويحمد في التأويل أن ترى الفتاة العزباء في منامها كأن لها إبريق من خزف أو زجاج، لأن ذلك قد يعبر عن حيازة شيء ذو قيمة معنوية أو مادية، شريطة أن يظهر الإبريق في الحلم نظيفاً خالياً من الشوائب والصديد. وعن تأويل هذه الرؤية في منام المرأة المتزوجة، يرمز إلى الزوج تارة، وفي كثير من الأحيان يرمز الإبريق إلى الولد الصالح. وأفضل الأباريق في منام المتزوجات من النساء تلك المصنوعة من الفضة أو الزجاج أو الفخار، فإن رأت المتزوجة كأنها تصب القهوة من الإبريق فذلك تأويله خلاص من المتاعب والهموم، فإن رأت كأنها تصب الشاي فذلك خير موصول، وكل شراب لذيذ أو مفيد هو شفاء، شريطة ألا يكون ذلك الشراب داكن اللون. والإبريق في منام المرأة المتزوجة قد يدل أيضاً على الراحة النفسية أو الروحية الناجمة عن أعمالها الصالحة في الدنيا، وكذلك يدل على الجنة، إذ يقول المولى عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين.